المجتمع له حاجات، كل إنسان له حاجات، مو حاجة واحدة ولا حاجتين، إحنا كل واحد منا له مئات الحوائج. هذه الحوائج تشكل معاناة الإنسان. اللي عنده حاجة يعاني، هذه الحاجة تشكل له معاناة. المعاناة إذا لم تحل أو تخفف تتحول إلى عقد في داخل النفس. الفقير إذا ما لبيت حاجته، إذا ما ساهمنا في رفع حاجته أو على الأقل في تخفيف حاجته، هذا يتحول إلى إنسان معقد. الحاجة تتحول إلى عقدة باطنية، هذا يحقد على المجتمع، هذا يريد أن يدمر المجتمع. الفقراء غير المتدينين إذا ما عندهم إيمان، اللي يمسكهم هذا الفقر يجعلهم يحقدون على المجتمع، يريدون يدمرون هذا المجتمع. حتى هذا الفقير اللي يعيش في بيتك، فقير عامل يعيش في بيتك، يشوف التفاوت الطبقي بينك وبينه، إذا الإنسان ما يهتم بهذا الفقير، إذا ما يعتني فيه، إذا ما يكرمه، حديث أكو لطيف: من أكرم خادمه أمن. أربع كلمات ولكن تعبر عن حقيقة كبيرة: من أكرم خادمه أمن. هذا خادم، هذا يشعر في بيتك بالتفاوت الطبقي، يقول ليش أنا محروم وأنت تملك. هذا ما يتمكن يهضم هذا الشيء إلا القلة من المؤمنين، خلوهم على جانب، البقية ما يهضم. فهذا يحقد ويتآمر ويدمر. العقدة إذا ما حلت، إذا ما خففت، إذا ما روعيت، تفجر الفرد وتفجر المجتمع. هؤلاء الذين فجروا المجتمعات، الذين دمروا المجتمعات، منو كانوا؟ مجموعة من الأفراد المعقدين، يعني مريض من الناحية النفسية. نمرود منو كان؟ نمرود رجل معقد. نمرود اقروا حياته، اقروا ولادته، أين عاش؟ وين عاش؟ اقروا حياته، شوفوا أنه كان رجلاً محروماً. نمرود هذا الحرمان تحول إلى عقدة، هذه العقدة جعلت يدمر مجتمعه. نمرود دمر مجتمعه عندما كان يقول أنا ربكم الأعلى، هذا انعكاس لتلك العقدة. فرعون منو كان؟ فرعون رجل معقد. الحجاج منو كان؟ رجل معقد. هؤلاء الطغاة اللي تشوفوهم دا يدمرون مجتمعاتهم، مجموعة من الرجال المعقدين المرضى نفسيا. الحرمان من أهم عوامل تشكيل العقد النفسية.